قد المتحدث العسكري باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسباري مؤتمرا صحفيا سلط الضوء فيه على آخر المستجدات العسكرية. هذا وأكد أن الأوضاع بشكل عام تحت سيطرة القوات المسلحة سواء في الكفرة أو المنطقة الوسطى بما في ذلك منطقة الهلال النفطي. طبعا من ناحية عسكرية لدينا الكثير من الأخبار، نؤكد أن الأوضاع بالكامل تحت السيطرة في كل مناطق القتال. منطقة الكفرة حسب تصريحات السيد اللواء الغزوي آمر المنطقة العسكرية بعد عملية الغضب الصحراء أصبحت الأمور هادية، وتم اقتلاع جذور العصابات الإجرامية في تلك المنطقة. كذلك منطقة الهلال النفطي وغرفة عمليات سرس الكوبرا التي تعرضت لعمل إرهابي بسيارة مفخخة، والحمد لله لا خسائر تذكر في أفراد ناون. وحي أبطال كتيبة حسين جويفي الذين تصدوا لهذه المحاولة، وأحيي كل جنودنا والقوة المساندة المرابطة في منطقة الهلال النفطي. هذا وعرج العميد المسماري في مؤتمره الصحفي عن الأوضاع الأمنية في بنغازي، مشددا على أن الأمن في بنغازي نابع من المواطن ووعيه في تأمين ذاته ومنطقته، وبالتالي فلا بد من مساهمة المواطن في تأمين مدينته. هذا وجدد تحذيره بعدم الاقتراب من المناطق التي حررت مؤخرا سواء الصبر وسوق الحوت، ولا بد الأخذ بالحيطة والحذر من الأجسام الغريبة. بالنسبة لبنغازي، التحذير الوحيد لبنغازي، أهالي بنغازي، أنك يا أخي اللي تسكن مدينة بنغازي راك أنت خط أول في الأمن الذاتي، في الأمن الداخلي، في أمنك، في أمن حيك، في أمن الشارع بتاعك، في أمن مدينتك، وبالتالي مساهمة المواطن مهمة جدا جدا في تأمين المدينة. كذلك نحذر المواطنين من الاقتراب من المناطق التي كانت فيها اشتباكات مثل الصابر وسوق الحوت، لأن هناك الكثير من المنازل لازالت بها مفخخات وألغام، وبالتالي يجب أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع أي جسم غريب في هذه المناطق. هذا فيما أشار المتحدث العسكري عن وصول أول طائرة على متنها جرحى ليبيين، منوها عن موعد وصول طائرة أخرى تحمل على متنها دفعة أخرى من الجرحى الذين استكملوا علاجهم. وتقدم المتحدث العسكري بالشكر لجمهورية مصر العربية، ونقل تحيته وتحيات القيادة العامة وشكره للأطقم الطبية العاملة في مستشفيات بنغازي العامة والخاصة. بالنسبة لجرحى اليوم، طبعا قبل قليل وصلت طائرة من جمهورية مصر العربية على متنها حوالي 40 جريح تم علاجهم وامتثلوا للشفاء، وتم الآن خروجهم من المستشفيات وتم نقلهم برعاية القوات المسلحة العربية الليبية، ورجعوا اليوم إلى أسرهم قبل قليل. وغدا بإذن الله ستكون هناك طائرة أخرى تعود بجرحى الذين تم أو استكملوا علاجهم. بهذه المناسبة أتقدم باسم القيادة العامة للقوات المسلحة وباسم سكان مدينة بنغازي وكل الليبيين بتحية تقدير واحترام إلى جمهورية مصر العربية على ما قدموه لجرحى التفجيرات الإرهابية في مدينة بنغازي. كما حقيقة وأنقل تحية وتقدير وشكر لكل الأطباء وطواقم الطبية في مستشفيات مدينة بنغازي، سواء في الجلاء، سواء في مستشفى مركز بنغازي الطبي، سواء في العيادات الخاصة، الذين أجروا العمليات وأجروا الإسعافات الأولية في تفجير الجامع الأول. حسب في زيارتي لجرحى في جمهورية مصر والتقائي بالأطباء في جمهورية مصر العربية، أثنوا كثيرا على الإسعافات الأولية التي تمت في مستشفيات بنغازي، أثنوا على عمل الأطباء في بنغازي، وبالتالي ننقل لهم هذه الإشارة من الأخوة في جمهورية مصر العربية. كما نتقدم إليهم بحر التقدير، حقيقة تحية حارة جدا وطنية، وهذا عمل كبير جدا. نحن نعرف الزحمة في مستشفياتنا، نعرف المشاكل ما بعد العمليات، نعرف عديد مشاكل الدم، مشاكل الزحمة في بعض المواطنين، وبعض الناس لا يحترموا قوانين حتى المستشفيات، ولكن الأطباء استطاعوا أن يقوموا بواجب حقيقة يستحق عليه الشكر.